الخير، اسمي علانة صامويل. النهاردة هنتكلم عن الترانس فاتي اسيد. هنتكلم في ايه في الموضوع ده؟ هنتكلم عن ايه هي الترانس فاتي اسيد، ايه وجهة النظر اللي بتبص لها من ناحيتها الـ FDA، الاضرار بتاعتها، الاكزامبلز بتاعتها اللي انا المفروض يعني اتجنبها، واعمل لها ديترمينيشن كيمياء ازاي. هي ايه؟ هي unhealthy substance ناتجة عن عمليات الهدرجة اللي بتعملها زيوت المصانع او شركات المصانع عشان تطول فترة عمر الزيت بتاعهم. واي جهة مختصة بالاكل او الدواء بتخضع لمنظومة الصحة العالمية Food Drug Administration، والفود دراج ادمنستريشن مش مهم بالنسبة لها الاوريجين اللي طالع منه الزيت ده، هو مهم بالنسبة لها الكيميكال استراكشر بتاعته بس. وبناء على الكيميكال استراكشر بتاعته فهو قالت ونصت ان هو مجموع الانساتوريتد فاتي اسيد اللي بتحتوي على 1 or more دبل بوند ايزوليتد دبل بوند مفصولة عن بعضها بميثيلين جروب واحدة او اكتر. تمام. هو قالت ان النسبة المصرح بيها في وجود ترانس فاتي اسيد بشكل في الاكل انها المفروض تكون 0% من الترانس فاتي اسيد، بس بعض البلاد على مستوى العالم بتسمح بان هو ان الترانس فاتي اسيد كابر ليميت ليها تكون 2%، زاد عن 2% بيصبح الاكل ده غير نافع للتداول لانه هو ما اعلى، يعني هو كانسيروجينيك، لان دي من الاضرار اللي احنا هنشوفها ان هو اكل مسرطن لانه يحتوي على نسبه عاليه من ترانس فاتي اسيد اللي هي بتعمل كانسيروجينيك، هي كانسيروجينيك فاكتور، وهي بتزود نسبه ليفل الكوليسترول في الدم، وده بيزود الريسك على اصحاب امراض القلب وتصلب الشرايين والسكر والضغط وغيرهم. هو موجود فين بقى؟ اخلي بالي وابتعد عن الاكل ده. هو موجود في كل الفاست فود اللي احنا بناكلها، موجود في الفروزن بيتزا، موجود في الكوكيز، في الستيك، موجود في في كل الاكل اللي احنا بناكله من بره. تمام. انا ككيميائي اعمل ديترمينيشن ازاي للترانس فاتي اسيد؟ عاده بنستخدم الاي ار. الاي ار بيستخدم ستاندرد بروسيجر كده ان هو بيحدد الهايت او الاريا اللي تحت مسافه أو اللي عند ويف لينس معين هو 966 اللي بتظهر فيه السي اتش بتاعته، السي اتش اليونيك بتاعت او الكاركترستيك بتاعت الايزوليتد دبل بوند اللي في الترانس كونفيجريشن. تمام. وده بيك راح لاحظ من دراسه الاي ار ككيميائي ان كل الكونجيجيتد ترانس دبل بوند بتطلع وبيحصل لها ابزوربشن في نفس الرينج من 985 ل 945، وان كل الايزومر بغض النظر عن فين البوند وايه طول التشين داين تراين او غيرها بيتم الابزوربشن في نفس الرينج عند 966. وده تراديشنال نيجاتيفلي هو مش مسعفني، بيعمل لي جريت فاريابيليتي للميجرمنت، ومش مسعفني في حالة ان كان الليفل بتاع الترانس فاتي اسيد 5% اقل من 5%، بيديني بيحصل لي انترفيرنس عالي لان البيز لاين بتاع السلوب بيكون قريب من الابزوربشن فريكوانسي، وبالتالي بيحصل لي انترفيرنس وفاريابيليتي ان ميجرمنت لنفس التست مثلا لنفس العينة. ففي حالة العينة مثلا انا عندي عينة انا المفروض ان انا عارف ان فيها 43% من 100 فيها ترانس فاتي اسيد من التوتال فات اللي موجود، عملت القياس اكتر من مرة، فبعدين عمل فطلع لي اختلافات كبيرة في النتائج وفي ستاندرد ديفيجن واسع وهاي عشان حصل انترفيرنس بالباندز القريبة من ده. وده بيدل ان انا محتاج ازود السنسيتيفيتي والاكيرسي بتاعت الاي ار اللي انا بستخدمه. فانا هستخدم ايه بدل منه؟ هعمل ستاندرد ديفيجن سكند ديريفيتيف، هيكون ده بيزود الاكيرسي والسنسيتيفيتي بتاعت الاي ار، او انا ممكن استخدم ترانسفورم من الاي ار لانه هاير اكيرسي في حاله استخدام استخدام كميات صغيره من الترانس فاتي اسيد بعد التعديل عليها بمايكلسون انترفورم ان هو شال الكربون دايسلفايد من ترانسفورم اللي بيعمل اير بابلز، فبيعمل ترانسفورم انترفيرنس تاني. وشكرا.